شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24 ذلك في العاصمة الصينية بكين. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي جاءت إلى جانب الرئيس الصيني تشي جين بينغ ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ وعدد من رؤساء الدول والحكومات. في ثاني أيام زيارته للعاصمة الصينية بكين، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. هذا وقد شهد السيد الرئيس مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في حفل مبهر عكس عمق الحضارة الصينية ودور الرياضة في تقريب الشعوب ونشر السلام.